بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل من دهر الدهرين أمين. نتابع معنا يا أحبائي حديثنا عن كتابنا المقدس حكاية النقد الكتابي. دي الحلقة الثانية. تكلمنا في الحلقة الأولى عن ما هو مفهوم النقد الكتابي. المرة دي نتكلم عن إزاي الكنيسة استخدمت النقد الكتابي علشان تحدد قانونية الأسفار المقدسة. وفي هذا الموضوع نتناول ثلاث نقاط صغيرة. النقطة الأولى، ما معنى أسفار قانونية؟ ما معنى كلمة قانونية؟ النقطة الثانية، إيه المعايير اللي استخدمتها الكنيسة لكي ما تفصل بين الأسفار القانونية وأسفار أبو كريفة، أو الأسفار الحقية والأسفار المزيفة المنحولة. النقطة الثالثة، كم سفر قبلته الكنيسة من العهد القديم وكم سفر قبلته الكنيسة من العهد الجديد. النقطة الأولى، إيه معنى كلمة قانونية؟ كلمة قانونية تعني إن هذا السفر موحى به من الروح القدس. إذن هو يا أحبائي خالي تماما من أي أخطاء، تناقضات، شوائب، أساطير إلى آخره. سفر موحى به من الروح القدس، أي معصوم من أي خطأ كان. ولهذا قبلت الكنيسة الأسفار الموحى بها من الروح القدس. طب نيجي هنا لسؤال، هل علشان الكنيسة قبلت سفر فصار هذا السفر قانونيا، أم لأن السفر قانونيا قبلته الكنيسة؟ أيهما أسبق؟ طبعا الأسبق إن نمرة واحد، إن هذا السفر كتب بوحي من الروح القدس، بوحي إلهي، لأن كل الكتاب هو موحى به من الله. 2 تيموثاوس 3:16 بطرس الرسول يقول لنا، لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين، يعني محمولين، مسوقين من الروح القدس. 2 بطرس 1:21. ولأن هذه الأسفار موحى بها من الله لذلك قبلتها الكنيسة. اللي بيدعي إن الكنيسة أخذت ما يحلو لها من الأسفار وتركت ما يحلو لها من الأسفار جانبه الصواب، وهو ليس على حق، لأن الكنيسة كشفت عن قانونية الأسفار. الكنيسة قبلت قانونية الأسفار. الكنيسة لم تمنح القانونية للأسفار، لأن السفر قانوني قبلته الكنيسة والسفر غير قانوني لم تقبله الكنيسة. دكتور موريس سودروس يقول لنا، الكنيسة ليس في سلطانها أن تحذف شيئا من الكتاب المقدس منكرة قانونيته، كذلك ليس من سلطانها أن تقرر كتابا على أنه موحى به من الله وتضيفه للكتاب المقدس. يبقى الكنيسة ليس لها سلطان أن تحذف، وليس لها سلطان أن تضيف. أبونا عبد المسيح بسيط يقول، الكنيسة مبنية على أساس كلمة الله في هذه الأسفار المقدسة، وليست مقررة لها، مش مقررة القانونية، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. 1 تيموثاوس 2:20. الكنيسة أقرت بصحة ووحي هذه الأسفار التي قبلتها. الكنيسة أدركت هذه الأسفار، شهدت ليها، بشرت بها، حفظتها بالروح القدس، سلمتها للأجيال التالية كما تسلمتها هي من السيد المسيح ولم تقررها. كلمة أسفار قانونية كانن مشتقة من الكلمة الإنجليزية كين. كين يعني قصبة، واستخدمت للقياس، ممكن تعني معيار، قصبة أو معيار. كلمة كانن تعني قصبة القياس أو عصا مستقيما إذ بها، أو قاعدة للقياس أو قاعدة للحكم. هل كلمة كانن
تتوافق مع روح الكتاب؟ طبعا بولس الرسول استخدم هذه الكلمة لما أشار للقانون في 2 كورنثوس 10-13 وفي غلاطيا 6-16 وفي فيليبي 3-16. في كورنثوس الثانية يقول: ولكن نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس بل حسب القانون. نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس بل حسب القانون الذي قسمه الله لنا، قانون كامل. في غلاطيا: فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون، هذا القانون عليهم سلام ورحمة. غلاطيا 6-16. في فيليبي: فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه. فيليبي 3-16. هل كلمة كانن غريبة عن روح الكنيسة؟ زي ما قلنا هي مش غريبة عن روح الكتاب، أيضا هي مش غريبة عن روح الكنيسة. هل استخدمها الأباء؟ نعم استخدمها الأباء. استخدمها القديس أورونيوس، استخدمها القديس كليماندوس السكندري، استخدمها يوسابيوس القيصري، استخدمها أوريجانوس، استخدمها أثناسيوس الرسولي. القديس أورونيوس قال على كلمة كانن: دعا الأسفار المقدسة والقرنية، سماها قانون الحق، قانون الحق. قديس كليماندوس دعا الأسفار القرنية القانون الإنجيلي الحقيقي. يوسابيوس القيصري دعا الأسفار القرنية القانون الكنسي. صارت كلمة كانن تعبر عن الأسفار القانونية، تعبر عن المعيار الصحيح للإيمان المستقيم والعقيدة الصحيحة. أي إيمان يتعارض مع الكتاب المقدس مرفوض، أي عقيدة تتعارض مع الكتاب المقدس مرفوضة. القديس كليماندوس السكندري قال: القانون أو القاعدة للحكم على أي سفر هو توافقه مع العهدين القديم والجديد. ما ليش سفر إنجيل متى متضارب مع إنجيل تانية أو متضارب مع أي حاجة في العهد الجديد. ما ليش سفر إشعياء في إحشائه تناقضات مع مواضع أخرى. السفر يتوافق تماما مع روح الكتاب من أول سفر التكوين لغاية سفر إيه؟ سفر الرؤية. أيضا القديس كليماندوس اتكلم عن توافق العقيدة مع روح الكتاب المقدس، قال: إن الأباء الأولين لم يتصوروا قط شيئا يدعى عقيدة لا يمكن إثباتها من الكتب المقدسة. تقولش دي عقيدة وانت مش بنيها على روح الكتاب نفسه، مش على آية واحدة، على روح الكتاب. إن الأباء الأولين لم يتصوروا قط شيئا يدعى عقيدة لا يمكن إثباتها من الكتب المقدسة، فلا يوجد أمر يمكن أن نعلم به الآن أو في أي زمن مضى بعد العهد الرسولي إلا ويكون الحكم عليه منين؟ من الكتب المقدسة. العلامة أوريجانوس استخدم كلمة قانون للتعبير عن الأسفار المقدسة. البابا أثناسيوس أيضا استخدم كلمة قانون للتعبير عن الأسفار المقدسة. يعني لما يجي يتكلم عن كتاب الراعي لهرماس قال: هذا الكتاب ليس ضمن القانون، يعني ليس ضمن الأسفار إيه؟ المقدسة. هو كتاب حلو ومفيد لكن ليس من الأسفار إيه؟ المقدسة. في الرسالة الفصحية رقم 39 سنة 367 عمل حصر للأسفار القانونية في العهد القديم والأسفار القانونية في العهد الجديد. على القرن الرابع كانت كلمة كانن مستخدمة في الشرق وفي الغرب ومعروفة في كل أرجاء الكنيسة. إيه هي كانن؟ هي الأسفار المقدسة الموحى بها من الله المعصوم من الخطأ، عكس كلمة القانونية. يعني سفر مش قانوني، يبقى سفر إيه؟ نسميه سفر أبو كريفة. أبو كريفة يعني خفي، في حاجات مخفية كده، أو غامض أو مبهم أو عويص، يعني في أمور مش قادرين نفهمها. ليه؟ لأن الغنوصيين
قالوا في معرفة مباحة للجميع كل الناس تعرفها، وفي معرفة خاصة لا يطلع عليها إلا العارفين. وما أكثر أسفار أبو كريفة سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. يبقى دي فكرة بسيطة عن ما معنى قانونية. كانن إيه معناها إيه؟ تحدثنا في النقطة الأولى عن معنى القانونية، يعني أسفار قانونية أسفار أبو كريفة. النقطة الثانية، إيه المعايير اللي استخدمتها الكنيسة عشان تفصل بين الأسفار القانونية وأسفار أبو كريفة؟ الحقيقة الكنيسة استخدمت 5 معايير، 2 منهم يخصوا الكاتب و3 يخصوا السفر. نمرة 1 من المعايير 5 استخدمتها الكنيسة للتمييز بين الأسفار القانونية وأسفار أبو كريفة، أن يكون الكاتب كاتب السفر معروف أنه من رجال الله القديسين، سواء من أنبياء أو رجال العهد القديم أو من رسل أو تلاميذ العهد الجديد، أنه لا يتحدث باسمه ولا يعلن عن إرادته وآرائه، ولكن يتحدث باسم الله ويعلن إرادة الله. ما تلاقيش في الأناجيل 4 حد من الإنجليين ذكر اسمه. قديس متى لما اضطر أن يذكر اسمه من ضمن 12 قال متى العشار، وصف نفسه بصفة صعبة يعني. قديس يوحنا كل ما يتكلم عن نفسه لكن التلميذ الذي كان يسوع يحبه. فما كانش التلميذ بيكتب سيرة ذاتية أو عاوز يظهر نفسه على الإطلاق، ولكن معروف. تقولي ما تم بولس الرسول كان بيذكر اسمه في أول رسائل بولس عبد يسوع المسيح. الحقيقة كان بولس الرسول مضطر يذكر اسمه عشان سببين. السبب الأول أن يسبغ الصفة القانونية على الرسالة، وإحنا عارفين مشكلة رسالة العبرانيين وذات أخر قبولها في الكنيسة الغربية لغاية ما البابا أثناس نفيها إلى أتريف، لأنها مجهولة المصدر، مش معروف مين اللي كتبها على وجه الصراحة. لكن التقليد يؤكد لنا أن بولس الرسول هو كاتب الرسالة العبرانيين، ومن دراسة الرسالة نفسها بنسبة أن بولس الرسول هو اللي كاتب هذه الرسالة. ده سبب خلى بولس الرسول يكتب اسمه في 13 رسالة ولم يذكر اسمه في الرسالة العبرانيين. لم يذكر اسمه في الرسالة العبرانيين عشان هو كتبها لليهود، واليهود ما بيطقوش بولس الرسول، فهو عاوزهم يقروا الرسالة، فلو كتب اسمه هياخدوا الرسالة يرموها في الأرض. لما ما يكتبش اسمه هم هيقروا بعد كده يشوفوا الكلام ده متوافق مع الأفكار بتاعتهم، متوافق مع العهد القديم ويقبلوها. السبب الثاني ان دي كانت العادة الشائعة، لما واحد يجي يكتب رسالة اول حاجة يكتب اسمه في صدر الرسالة في بداية الرسالة. فعل هكذا معلمنا يعقوب الرسول، معلمنا بطرس الرسول، معلمنا يهوذا الرسول. يبقى نمرة 1 ان يكون الكاتب معروف. لو الكاتب مش معروف ما نقدرش نقبل السفر. نمرة 2 ان يكون للكاتب حياته المقدسة المرضية امام الله. تقول لي انا ما غلطش، هو في حد ما غلطش؟ ولكن في مجمل حياته ارض ربنا. ناس يقول لك ازاي نقبل كتابات موسى القاتل وداود الزاني وبولس الذي اضطهد الكنيسة بافراد؟ عجبا لهؤلاء النقاد، يركزون الاضواء جدا على خطية الانسان ويصرفون الأضواء عن توبته. شوفوا توبة داود التي صارت مضرب الأجيال وكل الأجيال بتتعلم منها. نحن لا نعترف بعصمة أي إنسان، لا نبي ولا غير نبي. أي إنسان مهما بلغ درجته الكهنوتية، بلغ مقامه رسول قديس، ما فيش، كل إنسان معرض للخطأ.
إلا في حالة واحدة بس. إيه هي؟ لما يبدأ الكاتب يخط بقلمه يكتب الأسفار المقدسة. مجرد ما الكاتب يمسك القلم كده ويبدأ يكتب، يبدأ في السفر، روح الله يرافقه، ينير ذهنه، ينور أفكاره، يعصمه من أي خطأ، يساعده على انتقال الألفاظ. عشان كده الكتاب المقدس بتاعنا يتناول أصعب المواضيع حساسية بمستوى أدبي رفيع جدا. ليس الرجل تسلط على جسده بل المرأة، وهكذا. نمرة 3، السفر يعلم طريق الله بالحق والاستقامة. لابد أن يكون السفر خالي تماما من أي شوائب، أي تناقضات، أي ضعفات، أي سهوات، أي أخطاء، أي خرافات، أي أساطير، أي عيب. لازم يكون السفر متوافق مع روح الكتاب كله، من سفر التكوين لغاية سفر الرؤيا، لا يتناقض مع أي جزء أو أي آية في الكتاب المقدس. يكون السفر بعيد تماما عن روح الكذب أو الافتراء. في عبرانيين 6:18، لا يمكن أن الله يكذب. الكنيسة قبلت 2 من الأناجيل، كتابهم ليسوا من الاثنى عشر، إنجيل مرمرقس وإنجيل معلمنا لوقا، ورفضت أناجيل كثيرة جدا نسبت للرسل. من أناجيل أبو كريفة يقول لك إنجيل بطرس، بطرس رسول 12، إنجيل يعقوب 12، إنجيل فيلبس، إنجيل توما. كل هذه الأناجيل رفضتها الكنيسة وقبلت الأناجيل التي لم يكتبها حد من 12 ولكن من 70. نمرة 4، المعيار الرابع في تحديد قانونية الأسفار المقدسة، أن يكون للسفر تأثير على النفس البشرية. لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، عبرانيين 4:12. والهدف أساسا من هذه الأسفار المقدسة لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح، في 2 تيموثاوس 3:17. يبقى قلنا 4 معايير، 2 خاصين بالكاتب اللي هو الكاتب يكون معروف، يكون إنسان أرض ربنا بحياته. 3 خاصين بالسفر. نمرة 1، السفر يعلم طريق الله بحق واستقامة خالي من كل تناقضات وشوائب وأخطاء وأساطير إلى آخره. النقطة الثانية، السفر يكون له تأثيره على النفس البشرية. النقطة الثالثة والأخيرة، قبول المعاصرين للسفر. وعلمنا بولس الرسول كتب لأهل التسالونيكي، قل إذا سلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها. الكلام اللي بنقوله ده كلام ربنا مش كلام نحن. يعني تيجي تقول لي مثلا إنجيل متى، هو كلام متى ولا كلام ربنا؟ كلام الاثنين. سفر أشعياء، ده سفر أشعياء ولا كلام ربنا؟ الاثنين مع بعض. استسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها، هنا القبول، قبول المعاصرين للسفر، لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. 1 تسالونيكي 2:13. بطرس الرسول قبل كتابات بولس الرسول وقال كده في الرسالة الثانية بتاعته، كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له كما في الرسائل كلها. بدأ يتكلم يقول لك إن في حاجات عصرة الفهم فصار غير فاهمين لألك إيه أنفسهم. يبقى 5 مبادئ استخدمتهم أو 5 معايير استخدمتهم الكنيسة لتحديد قانونية السفر. 2 خاصين بالكاتب و3 خاصين بالسفر. 2 بالكاتب، الكاتب يكون معروف، يكون حياته كويسة. السفر يكون خالي من أي أخطاء أو شوائب. نمرة 2، يكون له تأثير على النفس البشرية. نمرة 3، قبول المعاصرين له. المبدأ العام اللي كانت تستخدمه الكنيسة في اختيار أو تحديد قانونية الأسفار يقول لك إذا خامرك الشك في السفر المعين فألقيه جانباً.
لو خمرك يعني، لو انت بدأت تشك في صفر معين وحسيت ان مش مستريح له وحسيت ان في بعض الاخطاء حتى لو 1%، لا القيه جانبا. بتكلمنا دلوقتي عن نقطتين، كيف حددت الكنيسة قانونية الأسفار. النقطة الأولى تكلمنا عن معنى كلمة قانونية، كلمة الثانية تكلمنا عن المعايير. آخر حاجة النقطة الثالثة، الكنيسة اختارت وحددت قانونية 46 سفر من العهد القديم. طبعا البيروتية اللي بين إيدينا فيها 39 سفر، وفي 7 أسفار حذفهم الأخوة البروتستانت، الكنيسة بتطبعهم لوحدهم، لو سفر أوتوبيا ويهوديت ومكابين أول وتاني إلى آخره. ورفضت أسفار كثيرة جدا جدا، رفضت سفر يدعى سفر آدم، سفر شيث، سفر أخنوخ، سفر نوح، سفر إبراهيم، سفر عزرداس. جاء في سفر عزرداس إن الروح القدس أمل عزر كان 70 سفر لا يطلع عليها للحكماء، ده الفكر الأنوسي اتكلمنا عنه قبل كده. وأنا الحقيقة كنت كتبت عن سفر آدم أبو كريفة، ممكن نرجع له في مدارس النقد في العهد القديم الجزء الرابع. تسمع حكايات يعني زي قصص ألف ليلة وليلة. يقولك ربنا لما طرد آدم مرضاش يطرده في الناحية الشمال شمالا، ليه؟ لأن في نهر صافي، اللي يغطس في النهر ده يطلع مغفور الخطايا والآثام والزلات، فخاف لآدم يغطس في النهر يطهر من الخطايا، فمرضاش يطرده ناحية الشمال. طب ناحية الجنوب، هتلاقي ناحية الجنوب بتهب الريح كده، فيها شزل روائح الفاكهة الزكية، فعشان ما يتمتعش بهذه الريحة الرائحة الحلوة. طب طردوا فين؟ الشرق، في الشمس والشروق والحاجات دي، فراح طردوا في الغرب. طردوا في الغرب فلقى آدم كهف اسمه كهف الكنوز، وربنا كلمه قال له يا آدم تدخل الكهف ده وتعيش فيه. دخل هو أول كهف، وقف يصلي، بس لقى في سقف صخري مش شايف السماء منه، فقعد يصرخ ويعيط ويبكي لما وقع ميت. حواء فضلت تبكي عليه لغايه ما وقع ميته كمان. فجاء كلمه الله واقاهم منين؟ من الموت. كل شويه محاوله انتحار ام لادم وحواء. قال لحواء تعال نتمشى كده ناحيه الجنه، الحنين خدهم ليها. فهم ماشوا ناحيه الجنه لقوا الميه طالعه من تحت شجره الحياه وبتنقسم إلى 4 أنهار. فآدم بقى متحسر، أنه كنت عايش في المكان ده لا زلازل ولا براكين ولا أوبئة ولا متاعب ولا حيوانات بتل، فخدوا الحنين قوي وتحسر جدا. قال له يا حواء يلا نرمي نفسنا في المية، رموا نفسهم في المية وغرقوا هما الاثنين. جاء ملاك ربنا راح خدهم طلعهم على الشاطئ، وجاء كلمة الله وأقامهم من الموت. رجعوا تاني للكهف، رجع آدم وحواء للكهف. الكهف من الداخل ظلمة شديدة، آدم صعبت عليه نفسه، قعد يعيط وراح رمى نفسه في الأرض فمات. حواء فضلت تتحسس عليه كده لغاية ما لقيته، قعدت تبكي وتندب حظها لغاية ما جاء كلمة الله وأقام آدم مرة تانية. وهو آدم وحواء ماشيين كده طلعت لهم الحية. الحية أول ما شافتهم نفخت راسها ووقفت على ذيلها وراحت منقضة على حواء. آدم حاول يحل خلصها فمسك الذنب بتاع الحية، فالحية مسكتهم هما الاثنين وعصرتهم وخلاص هتقتلهم. فجاء ملاك من السماء وخد الحية وراح رماها في شاطئ البحر في الهند. وتلاقي بقى في خرافات كثيرة جدا، آدي سفر آدم، هل نقبل مثل هذا السفر ضمن الأسفار القانونية؟ طبعا مستحيل. زي ما قلنا الكيسة قبلت 46 سفر من العهد القديم، أيضا قبلت من العهد الجديد 27 سفر، ورفضت أسفار كثيرة جدا. رفضت بالأناجيل عشرات الأناجيل، يعني كان في إنجيل العبرانيين والمصريين والإثنى عشر
وانجيل بطرس، انجيل توما، انجيل فيلبس، انجيل يعقوب، انجيل يهوذا الاسخريوطي، ومريم المجدليه، والطفوله، عدد كبير جدا. في هذه الاناجيل الابوكريفه تلاحظ شخصيه يسوع ملاحظات معينه، ان دايما يظهر يسوع بشكل خيالي. يعني كتب ابوكريفه نسبت امور غير عاديه للطفل يسوع، وأناجيل أبوكريفة ركزت أو على طفولة العذراء وطفولة السيد المسيح أو حياة العذراء ككل، طفولة السيد المسيح وفترة بتاعة الميلاد ويسوع النجار اللي قبل 30 سنة دي، الإنجيل لم يكتب عنها شيء غير لما كان 12 سنة راح الهيكل. فكتب أبوكريفة ركزت أو على الفترة دي، تقول إن يسوع لما كان يمشي كده كانت تيجي الأسود والنمور والثيران والحمير يسجدوا له. وتبدو شخصية يسوع في هذه الأناجيل شخصية متقلبة، أي طفل يعكسه يموته على طول، أي رجل كبير يعكسه يموته على طول، الناس يقعدوا يتحايلوا عليه يروح مقوم الموت، شخصية متقلبة. المعلم شافه فقال ليوسف ما تجيب الولد ده يتعلم عندنا يا يوسف، قال له روح يا ابني اتعلم عندهم، راح اتعلم عندهم. فلسه المدرس بيشرح قال له أنت تعرف الألف باء وما معناها، وقعد يشرح له الألف معناها إيه والباء معناها إيه. الرجل اندهش وقال له ده مش محتاج تعليم، ده محتاج أنا أتعلم منه. يسوع وهو طفل صغير قاعد يجيب مية ويلعب في الطين، وكان يوم سبت، طلع جاري يلحق يوسف، يلحق يوسف ابنك بيلعب في الطين يوم السبت. فيوسف راح يشوف الموضوع، لا عامل شكله طيور من الطين. يسوع أول ما شاف بابا جاي راح سقف، الطيور طارت. أمور خرافية خيالية. أيضا سمة تاني لأناجيل أبوكريفة الأسطورية، بطرس الرسول يلاقي سمكة مشوية يرميها في المية تعوم، سمكة مشوية يرميها في المية تعوم. يوحنا دخل أفسس لقى معبد أرطميس العظيم ده كله قاعد يصلي، المعبد اتطربق على اللي فيه. طفل صغير سنه 7 شهور بيتكلم بصوت رجل جهوري كده، رجل كبير. الكلب يعظ الناس بصوت آدمي. شاب وتنين يتصارعوا على حب فتاة، فالتنين يقتل الشاب، يقتلهم، يروح أو الشاب من الموت، ويأمر التنين أنه يمتص السم فيمتص السم ويموت. إلى ذلك كثير من الأساطير في كتب أبوكريفة. يبقى في شخصية يسوع الخيالية، في الأسطورية، أيضا في كتب أبوكريفة في نلاقي البدع والهرطقات. في إنجيل أبيونيين الروح القدس حل على المسيح شكل حمامة، وبعدين راح دخل في جوف المسيح. في إنجيل عبرانيين العذراء هي الملاك مخيل. في مش عارف في إنجيلين لا المسيح حل على يسوع الإنسان، اللي هو الفكر النسطوري. وتلاقي فيه أبعاد الفكر الغنوسي وأبعاد الفكر الأطاقي إلى آخره. نمر 4 ظهور المسيح أو يسوع بأشكال مختلفة متغيرة. مرة يبص كده لو شكله رجل عجوز قوي، مرة لو فتى صغير، مرة لو طفل، مرة لو شاب وبعد كده تنتقل في نفس اللحظة يبقى رجل عجوز. نمر 5 في سمات كتب أبوكريفة التعليم السرية. يجي بطرس يقول لمريم المجدلية احنا عارفين المسيح كان بيحب قد ايه، واكيد قال لك على اسرار احنا ما نعرفهاش، ممكن تحكي لنا يا مجدلية عن الامور اللي خاصة بها السيد المسيح؟ يبقى اتكلمنا في هذه الحلقة يا احبائي عن ازاي الكنيسة قبلت الاسفار القانونية، اي الموحى بها من روح القدس، اي المعصومة من الخطأ. تكلمنا عن قانونية الأسفار، تكلمنا عن المعايير 5 اللي استخدمتهم الكنيسة للتفرقة بين الأسفار أو الفرز بين الأسفار القانونية وأسفار أبوكريفة، تكلمنا عن الأسفار اللي قبلتها الكنيسة للعهد القديم 46 والعهد الجديد 27 صفر. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نبدأ نتكلم عن مدرسة النقد الأعلى وأنواع المدارس، وإزاي مدرسة النقد الأعلى ظهرت للوجود وبرزت للوجود عن طريق آراء فرادة
عبر الزمان لإلهنا كل مجد وإكرام الآن والأبد آمين.